سجلت مصالح الدرك الوطني عبر وحداتها المختصه في امن الطرقات خلال ال 24 ساعه الماضيه خمسة عشر حادثا مروريا مميت والذي تسبب في تسجيل وفاه اربعه اشخاص مع اصابه خمسة 25 اخرين بجروح متفاوته الخطوره عبر شبكات الطرقات ب عشر ولايه من التراب الوطني والمتواجده ضمن اختصاص قياده الدرك الوطنيه.